تعودنا من فترة للتانية في الجمعة في مصر إن احنا نعرض لحضراتكم قصص إنسانية. القصص دي قد تبدو في شكلها الظاهري إن هي مأساوية، لكن هي الحقيقة بتدينا كلنا أمل لما بنشوف ناس في حالات يعني صعبة جدا ورغم كده بتكافح وبتحاول إن هي تستمر. ده بيدي أمل لناس كتير قوي يمكن في صحة أحسن لكن قاعدين في مكانهم. محمد منصور السيد شاب، هو عنده 27 سنة، من مركز صقر بمحافظة الشرقية، أصيب للأسف الشديد في حادث مأساوي من 5 سنين اتسبب في بتر إيده ورجله الشمال. رغم ده قرر إنه يرجع مرة تانية لعمله كترزي رجالي علشان يكسب قوت يومه وما يستناش إن حد يعني يصرف على أولاده الثلاثة. خلونا نتابع. شاب عادي، شاب طموح، كان عندي هوايه من الخياطه وانا صغير لان خالي خياط وابن عمي خياط برضه، فالحمد لله حبيت المهنه ومارستها، اتعلم يعني رحت اتعلمت من صغري ولحد الحمد لله لما كبرت وتعلمتها تمام بدات فتحت محل وانا 17 سنه. انا كنت في البدايه ترز حريمي خالص، في البدايه علامه ترز حريمي، الحمد لله اشتغلت برضه عملت سمعه كويسه وتمام تمام، بس بعد كده هويت رجالي فدخلت فيه برضه والحمد لله مشيت فيه تمام وبدات اشتغل اثنين حريمي ورجالي والحمد لله على قدر الإمكان كنت كويس ونعم من الله سبحانه وتعالى. حصلت لي كنت رايح اجيب طلبات للخياطة لشغلي يعني، فطلعت راجل المكنة الدرجة البخارية بتاعتي طلع التليفون رن عليا وانا على الطريق العمومي، فوقفت قدام قاعة قدام بلدنا، واقف واحد رن عليا ببص مين، لقيته عاوز طلبات يعني هدومه عندي مفصلة وكده فعايز، فالمهم بكلمه فلقيت جوز عربيات جايين بسرعة جنونية ملاكي، واحد واخد يمين واحد واخد شمال مش عارف ده بقى جنون ولا ايه، وهم واخدين طريق العرض، فانا واقف اتفاجئت العربيه دخلت فيا بطل ايده ورجلي في ساعتها. طبعا الناس لما شافوا جالي مستري وناس كتير تعبت حضرهم حالات عصبيه بسبب الحاله دي، لان ايدي ورجلي بطلوا في ساعتها، فشالونا مسرعه نقلونا على جامعه الزقازيق. طبعا هناك بطلوهم كانوا طبعا نضفوهم، وكانوا مبطوطين اصلا بس هم نضفوا طبعا وعملوا اللي عليهم طبعا المشكورين. في صعوبات بتقابل واحد كتير، فبرضه حاولت اتغلب طبعا. انا الحمد لله واخد على الشقه على الشغل، واخد طبعا مش عندي مثلا مد ايد او استنى حد يديني، مش عندي الكلام ده طبعا لان والدي كان كده يعني ربنا يديه الصحه تعودنا على كده. فطبعا حاولت امارس ثاني مهنتي، طبعا المجهود قل طبعا، كان الاول مثلا بطلع ثلاث اربع حتات في اليوم، دلوقتي ممكن اطلع حته كل يومين بس مش مشكله احسن من قاعد، عشان خاطر ابني ما يطلع يلاقيني كده قدام ما يتلين. طبعا الحمد لله لما يطلع لي قدام شغل حتى في نسبه العجز ديت هيبقى في طموح هيعمل حاجات حلوة. نفسي في وظيفة كويسة طبعا عشان اقدر اصرف بقى على بيتي، طبعا ابويا مش عاد يعني ربنا يدي الصحة مش عاد يقدر انه مش حمل شغله كده، فانا عاوز طبعا اساعد، فطبعا نفسي افتح بيتي بوظيفتي برضه جنب شغلي برضه ربنا قدرنا عليه، عشان ما اقدرش امد ايدي بحد، مش عايز استنى حاجة من حد ولا اقدر امد لحد، عاوز اعتمد على نفسي واربي عيالي من عرق انا من تعب. ربنا بدينا نعم كتير 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 مش لها وصف، ان اكون بصحتي واقدر اعمل حاجه وما اعملهاش ده مشكله كبيره، فالحمد لله ولله الحمد ما كنا انا قادر على شيء وما عملوش ربنا هيحاسبنا عليه. بس تاني حاجه ربنا سبحانه وتعالى اداني القدره اعمل، حصل لي ظروف، ايه يعني حصل لي ظروف يعني قاعد انام؟ ما ربنا اداني القدره ان انا اقوم تاني واشتغل واعمل ما اجاهد على قد ما انا قادر. ابني يطلع طموح زيي، يشوفني يعمل اللي بعمله او اي هوايه تانية يطلع طموح وعنده امل في الدنيا ويشتغل، وربنا يديهم الصحه ويدي كل واحد ناوي على الخير الصحه. واتمنى اي شاب مصري انه يعمل وبالذات في كامل صحته البدنيه ربنا يديه الصحه ويشتغل احسن من القعده. زي ما قلت لحضراتكم بالرغم من ان يعني النوع ده من القصص بيبدو مأساوي الا انه بيدي امل كبير، ويمكن انا وكل زمايلي في الجمعه في مصر لما بنعرض النوع ده من التقارير احنا عارفين ان في حالات كتير بتكافح وبتعاني علشان تعيش، لكن على الاقل يعني القصص اللي بنلقي عليها الضوء بنتمنى ان يكون في يعني يد تساعدها من اي جهه ايا كانت، سواء من جهه مسؤوله في الدوله او حتى الجمعيات المختلفه، وما نتكلمش عن مساعده ماديه لكن حتى مساعده في مجال عملهم، لانهم بيدونا كلنا يعني امل في بكره، والكل اللي مش قادر يعمل حاجه يمكن لما بيشوف القصص دي بيحس ان هو يقدر يدي زياده.